خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لخبر من الأخبار المفرحة والمشرفة اللي تم الإعلان عنها من الهيئة الأمريكية للباثولوجي الإكلينيكية لعام 2022، هو اختيار الدكتورة أميرة فيالة بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 40 باحث على مستوى العالم. تميزت أبحاث دكتور أميرة العلمية في تحقيق تطور في علاج السرطان. هي معنا دلوقتي على التليفون عشان نبارك لها وعشان نفهم منها أكتر. صباح الخير يا دكتور، وألف ألف مبروك. يا صباح الخير يا مصر كلها، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا أحمد، وميرسي على المقدمة الجميلة دي. لا ده يعني شكرا لحضرتك إن أنت يعني برفعتي راسنا الحقيقة، يمكن كمان تحديدا الكانسر أو السرطان إحنا بنخاف حتى ننطق اسمه، فخلينا كده نفهم من حضرتك يعني طبيعة التصنيف، طبيعة البحث، كلميني عن المسابقة أكتر. طيب هنتكلم الاول على مين الامريكان سوسايتي فور كلينيكال باثولوجي، الاي اس بي. الاي اس بي دي الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي، دي من اهم واقدم واعرق المؤسسات العلميه اللي على مستوى العالم، اللي بيتم بناء عليه تصنيف وترشيح وتاهيل العلماء علشان جوائز، ومن اهمهم جائزه نوبل. ولينا شرف ان رئيس الجمعيه عندنا مرشح لجائزة نوبل، فالجمعية دي ليها باع كبير جدا في الساينس في العلم. طيب لما نيجي نقول ان الامريكان سوسايتي فور كلينيكال باثولوجي بتعمل ايه، هي من سنة 2014 بدأت ان هي تفوكس بتركز على الممبر اللي عندها اللي تحت سن ال 40 عشان تبدأ تأهلهم بدري كده علشان يبقوا علماء. التايتل اللي انا نازلة عليه او اختاروني السنة دي هو اس بي 40 اندر 40 الفيوتشر ليدر، اللي هو اهم 40 ممبر تحت سن ال 40 عشان يبقوا قاده علماء المستقبل. طيب هل الكريتيريا دي بناء على ايه وبناء على ابحاث بس؟ بناء على ايه؟ بس هم شافونا، هل المنظمه دي او الجمعيه دي وهي عريقه كده لها اسم باع كبير بتختار حدها بهزر، ولا بيبقى في سيلكشن معينه وفي اختيارات معينه؟ اكيد بروفيشنال في الشغل، اكيد بروفيشنال في الاختيار. طيب هم بيختاروني او اختاروكي، سؤال كده جالي، بيختاروكي بناء على ايه؟ هم طبعا ما يعرفوش اميره فيالة ولا الاسم عندنا، احنا كل واحد مرتبط بيهم عندنا هناك بممبر بي اي دي رقم، زي احنا كده الرقم القومي بتاعنا مرتبطين بحكومه عندنا، لا هو احنا كل هيئه ليها رقم، ليه رقم عندهم ورقم في اي حاجه انترناشونال ثانيه ليها رقم معاهم. طب الرقم ده اللي بناء عليه كل الاكتيفيتي بتاعتك بتتسمع عليه، يعني مش اميره، هو الرقم انا بدخل باي حاجه بالرقم بتاعي ده. انا انضميت ليهم بعد ما خلصت الدكتوراه دايركت في سنه 2018، وليا شرف الحمد لله بالابحاث بتاعتنا ان اتحولت من ممبر عادي من ممبر لسيرتيفايد ممبر. طيب بناء على ايه؟ تعالى نرجع باك كده شويه. انت يعني ايه داخله كده على طول تبقي سيرتيفايد؟ لا انا اساسا برضو الحمد لله رب العالمين الابحاث بتاعتنا بنعملها في جامعه الاسكندريه. انا كل شغلي كل ابحاثنا الماستر والدكتوراه والبوست دوك كمان في كليه العلوم جامعه الاسكندريه مع فريق بحثي انا احد اعضائه تحت اشراف الاستاذ الدكتور احمد سلطان، ده رئيس البحثي الاستاذ بكليه العلوم جامعه الاسكندريه، وكمان استاذ ب جامعه جورج تاون بالولايات المتحده الامريكيه. لينا الشرف ان هو من المصريين اللي هم بداوا ان هم ينقلوا العلم من امريكا لينا، بيروح سنويا مرتين، بدا يعمل لنا لاب هنا في جامعه الاسكندريه بمساعده طبعا الاس دي اف اكاديميه البحث العلمي، اللي هي بدات تمول كل الابحاث بتاعتنا وثبت لنا الاختيار ان احنا نختار كل الاجهزه وكل التكنيك اليونيك. تمام، ابحاثنا بدات تسمع في الجمعيه الامريكيه لابحاث السرطان اي اي سي ار. لو قلت ان الاي سي بي الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي بتحتفل السنه دي بالمئويه 100 سنه على انشائها. طيب دكتوره اميره، يعني بناء على كلام حضرتك وزي ما حضرتك ذكرتي ان الموضوع مرتبط مش بشخص، بيكون برقم، وعلى اساس الرقم ده هما بينظروا لحجم الشغل بتاعك، يعني هما ما بيشوفوش الشخص، لا احنا بنشوف الشخص ده مؤثر قد ايه وقد ايه هو عامل ابحاث تقدر اللي هي تفيد المجتمع او تفيد البشريه بشكل عام. عاوز اعرف بقى طبيعه الابحاث اللي حضرتك شاركتي بيها علشان يعني تكوني او تصبحي واحده من اهم 40 باحث، واحده من اهم القاده في المستقبل في مجال البحث العلمي.
شقين، سؤال حضرتك شقين، شقين، الشق الاولي ابحاث والشق الثاني قاضي. الشق الاولاني الابحاث، الابحاث بتاعتنا كنت اخر حاجه بتكلم فيها ان هي بتتكلم على الابحاثنا يونيك لاب مجهز. خلي بالك احنا مش بنبصوا برضه بيقول لك انت معملك مجهز ولا ايه، ده في حاجات كتير جدا بنعملها. الابحاث بتاعتنا بتتكلم على الابحاث السرطانيه. الابحاث السرطانيه مش بنعملها، هي في مرحله متقدمه شويه، مش بنشتغل على الانيمال بحيوانات التجارب ولا على الانسان، لان الانسان مش حقل تجارب. بنشتغل على خلايا بشريه سرطانيه. طب هي دي متوفره؟ هي دلوقتي امريكا عامله بنك خلايا في كل الخلايا السرطانيه اللي موجوده بتاعت جسم الانسان. بنبدا انها دعمتنا بيها، اخذنا الخلايا دي وعملنا عليها الابحاث. طب ليه عملنا عليها الابحاث؟ لان احنا شغلنا على الجينوثيرابي، علاجات بالجينات، والبروفايل الجينينج بتاع الخلايا الخلايا البشريه هو نفس الخلايا بتاعه الانسان، فبناء عليه دي ادق حاجه ممكن نوصل لها. تمام. الابحاث بتاعتنا الحمد لله سمعت في الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي واخذنا عليها جوائز سنه 2017. احدث حاجه عملناها هي ان السرطان، الخلايا السرطانيه مش بس هي دي السبب ان احنا قدرنا نعمل عليها كنترول في الجينات، السبب الرئيسي بتاعها ودي كانت البريك ثرو هو خلايا جذعيه سرطانيه. ده المنبع، كانسر ستيم سيل دي، مهما انت تشيل كانسر ومهما تعمل، لا ده في خلايا جذعيه سرطانيه اصلا بتبدا تعمل رينيو تاني وتبدا تتجدد الورم تاني. فبدانا ان احنا نفوكس بقى على دي الاساس، ان احنا نبدا نتارجت الجينات اللي موجوده فيها، نعمل موديفيكيشن، نرجع الباثوي بتاعها تاني عشان تبدا ان احنا نعالجها. ودي اللي بدايه الابحاث. يعني يمكن يا دكتور يعني ممكن اللي عنده خلفيه طبيه شويه ممكن يفهم اكتر كلام حضرتك، لكن خلينا نبسطها للساده المشاهدين انه ان شاء الله يعني احنا من خلال حتى ابحاث، وجود ابحاث، احنا في الطريق ان شاء الله ان احنا نقدر نصل لعلاج للسرطان باذن الله طبعا. وان شاء الله المره الجايه نكون بنكلم حضرتك ونبارك لك كمان على ترشيحك لنوبل. نشكر الدكتوره اميره فياله الباحثه بكليه رالون جامعه الاسكندريه.